اطار الاحتفالات بانتصار ديال الفريق الوطني معنا احد انصار ديال فريق الرجاء اللي هما الجرين بوز باسم كامل. كمال من انصار الجرين بوز. كمال كشنو الشعور ديالك وانت تتحس هذه الفرحه الكبيره ديال انتصار ديال الفريق الوطني؟ الشعور ديالي هو شعور اي مغربي من خارج الكويره حاجة بغيت نشكروا هذا المنتخب هذا اللي فرح الشعب كامل عاطفه وحنا تنشكروا كل شيء يعني كنا ديربي كامل مكمول لا في الاستضافه لا الجمهور اللي تنحيوا سيمانه اعضاء الانترا اللي بقاو سيمانه هما باش يديروا تشيفو بالنسبه للاعبين ديما مغاوك وبنتي ريحانه ان شاء الله هذه البدايه ومازال اذا اش تتمنى الفريق الوطني في المسار ديال الافريق ان شاء الله وان شاء الله في البرازيل 2014. اوكي كي جات التشكيله ديال اليوم؟ التشكيله شوف حنا تايقين داك الناس التقنيه احنا في هذا الماتش والسعيدي والحمد لله الدراري كاع بينو ماشي غير السعيدي كلشي كان مزيان بالمية غري حتى القدام حتى تعرف قول على تعرف كلشي اللي دخل مزيان كلشي اللي دخل مزيان والحمد لله هذه البدايه وان شاء الله وان شاء الله نكملوا بحال بالنسبه لتعرف تبع الدرابو ديال المغرب باعوا الخيس ومشى بحال هكا حنا مغاربه وغنبقاو ديما مغاربه هذوك 20 هذوك 20 فبراير غنخرجوا الحمد لله تعرفت وانت تعرفت وربحنا السعيدي وما كاين عاش الملك عاش الملك كل واحد عاش الملك نشوفوا الجماهير ديال مدينة الدار البيضاء تحتفل بهذا الانتصار الكبير. اذا اش يمكن لك تقول لنا انت على هذا الانتصار؟ اش يمكن لك تقول لنا على الانتصار؟ احنا فرحانين بزاف لهذا الانتصار هذا وكنهديو هذا الانتصار لجميع المغاربة وجلالة الملك محمد السادس ان شاء الله. شكرا شكرا. هذا الاخ صاحب المقهى عطينا الانتصار ديالك جدا 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 احنا ردينا التعر ديالنا اش نتمناو الفريق الوطني ديالنا نتمناو لهم يدو كاس افريقيا هادشي اللي كنتمناو اذا كنتم مع البطوله كوم وتنشكركم على هذه الاستضافه وشكرا.